اللهم لك الحمد. أمس شفتم الخبر أنه تم القبض على 18 داعش في السعودية، وعقبال ما نقضي عليهم كلهم، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ثم بفضل جنودنا البواسل والأمن العام ورأسهم الأمير محمد بن نايف. حقيقة جهود كبيرة جدا جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرم أن يحفظ بلادنا وأن يخلصنا من شر هؤلاء الأشرار الفجار. الأمر الثاني يا جماعة، نزل هاشتاج أمس القبضة 18 داعشي، في بعض المنافقين استغلوا هذا الهاشتاج وطلعوا لي في قلوبهم، وهل منافقين من حقدهم على الدين طلعوا لهم هاشتاج احذروا حلقات التحفيظ فهي منبع الإرهاب حسبي الله عليهم، عشان طلع واحد منهم من القائمة المطلوبة كان قديما مشرف على حلقات التحفيظ. طيب هذا ما يمثل نفسه، ليش لغة التعميم هذه؟ ودائما لغة التعميم يا جماعة تجدونها عند كل منافق وعلماني وليبرالي يحارب الدين، لغة التعميم. ليش تعمم؟ إلا بالعكس، حلقات التحفيظ منبع الخير والبركة، وحقيقة نفرح لما نشوف إقبال الشباب على الحلقات. كما قال الحسن رحمه الله، حسن البصري، يقول علم ابنك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. فلا تقلق وإن تعلم ابنك القرآن، بل هناك بحث ودراسة أن طلاب التحفيظ وحلقات التحفيظ هم الأكثر تفوق دراسيا. بل أن اللواء منصور التركي الله يحفظه يقول لا تربطون التدين بالإرهاب أبدا، أو الحلقات بالإرهاب، ما له علاقة. فإذا أردت أن تكون أسرتك أسرة آمنة فألحق ابنائك وبناتك في دور التحفيظ، صدقني راح تعيش أسرة آمنة. بل أن هناك دراسة تقول، هذا كلام مو من كيسي أنا يا جماعة أو من جيبي، أن أكثر الأحياء أمانا هي اللي أكثر فيها التحفيظ، حلقات التحفيظ. إذن القرآن كله خير وبركة وما يجي منه إلا خير، وإن شد شخص فهو يمثل نفسه ما يمثل حلقات. صلى الله يحفظ علينا أمننا وديننا وإيماننا ودعاتنا وولاة أمرنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى من أراد بنا شرا أن يجعل كيده في نحره. ودورنا حنا كلنا نذب يا جماعة، ندافع بتغريدة بكلمة برسالة بتوجيه، لا نخلي منافقين يعلو صوتهم، لا ندعسهم. بل والله إن قليل من الحق يهدم كثير من الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهم يدرون أي زلة عشان يهشتقونها وينشرونها ويفرحون فيها ويطيرون فيها، وهم ما عندهم شيء، ضبانا في جحورها وطلعت. فالله الله يا جماعة نذب عن الحلقات وندافع عن الحلقات، دافع عن دينك ووطنك. السلام عليكم.